بس احب اوضح لك شغله. اني ايه تفضل. اني ما اعتذرت على لعبه هونغ كونغ. اني حجزت على حسابي و تيكت يعني لهناك، ويعني اخر يعني التيكت عندي اياهم انا يعني. ايه وقبل ما اروح صارت لي اصابه بالمباريات يعني مالتنا، حتى الدكتور اخذوا الصور وهاي، وعندنا يعني كل التقرير وكل شيء. فالحكي مان احمد ما يريد احمد، هاي يعني هاي او يعني هاي اخر مره احكيها، لان بس اريد اوضح يعني ايه للجمهور وكل شيء. هو يوضح لنا اياها احمد. صدق ما عندي اي مشكله ويا اي واحد، واللي دا يسوي مشاكل هم هذول اللي يطلعون يحكون بالتلفزيون باسمي، حتى يعني بالمواقع، حتى اطلع اني ادافع على نفسي وبس. هالسوالف اني ما عندي وقت يعني من لها، جاي يطلع دا يحكي اتمرن انا باسمك؟ ومرتاح من هناك يطلع يحكي الحمد باسمك؟ لله. ولاعب بروفيشنال انا يعني من صغير لليوم، مو دائما واحد يطلع يحكي بالتلفزيون، لو يحكي على الفيسبوك لو شيء، لاعب يطلع يعني يدافع على نفسه، خلي الناس يحكون هم. يعني زين دوري السويدي دوري جيد يعني. احمد انا بس اوكي. الدوري السويدي جيد، وهذا تكلمنا بهذا الموضوع، لكن انت بالتحديد اليوم من جاي تقول انه انا عندي تكت طياره كان وصار عندي اصابه، دزيت هاي التقارير الكاتنيتش، اتصلت بمدير المنتخب الكابتن باسل جورجيس، ابلغت اتحاد الكره في وقتها بهذا الموضوع. بهذاك الوقت اتصالات انترنت وكل شيء ما كان موجود بالعراق، كانت يمكن مظاهرات، شو اسمها بالعربي ايه مظاهرات احتجاجات، مظاهرات ايه كانت، مهم. فكانوا قاطعين كل شيء. ما اقدر اخابر، هو ما كان يقدر يخابرني، زين فكان اكو واحد هنا خابرني قال لي اني ترى دا احكي ويا كابتن باسل هسه، دز لي البطاقه دا ادز لي اياه. ودزيت لي اياه، منو هذا؟ فبعد هو يعني منو هذا كان الشخص؟ عنده حكي كابتن باسل. منو هذا الشخص؟ الشخص موجود بستوكهولم اسمه محمد، مصور، وكان هذا اللي يصور اللواعيب، كان راح وياهم محمد عماد، البرازيل ودورة آسيا هم يعني، كان محمد عماد زباري. فعلاقتي كل الزينة كل الزينة زين بكابتن باسل. زين وحتى عندي الـ يعني الكونفرسيشن على الفيسبوك باقي عندي. تمام اوكي. زين انت هسه هنا من قال لك انت خابرت كاتانيتش، قلت له بعد ما رجعت خابرت كابتن باسل، خابرت كاتانيتش، اتصلت بيهم هسه. اوكي خط ما ماكو تقدر كان ذاك الوقت. ورا